السلام عليكم، مرحبا بكم أحبتي في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن مرض الكوكسيديا، هذا المرض يعني الخطير الذي يهدد الطيور، كيفية العلاج من هذا المرض، وما الأسباب التي تجعل يعني الطائر يمرض بمرض الكوكسيديا، والأعراض التي تظهر على الطائر المريض بمرض الكوكسيديا. هذا كله إن شاء الله سنذكره في هذا الفيديو. فأنا في هذا الأسبوع كدت أن أفقد يعني جميع الطيور التي أملك، والسبب كان يعني تساقط الأمطار بالليل، وعندما قمت في الصباح وجدت قليلا من الماء تسرب من السقف وابتل أحد الطيور، ما أدى يعني إلى مرض الطائر. فقمت بإحضار الدواء للطائر، لكن يعني قدر الله ما شاء فعل، توفي الطائر. وبعد لاحظت يعني أن المرض انتقل إلى جميع الطيور، فقمت يعني بإحضار الدواء لهم، وبعد مرور يوم واحد توفي طائر آخر. فعلمت يعني أن الأمر خطير، وإن لم أفعل شيئا يعني ستموت جميع الطيور التي أملك. فأحضرت مواد التنظيف، ومن بين مواد التنظيف التي أحضرت يعني ما نسميه في المغرب بجفيل، فهو يعني فعال جدا ويقتل الجراثيم. فقمت بغسل الشرابات والأقفاص وغسلت الأرضية جيدا، فهناك يعني بعض الأمراض تبقى يعني في الأقفاص وتبقى في الشرابات، فلا يصلح معها يعني أي دواء إن لم يعني تطهر المكان وتعقم الشرابات. من بين الأسباب يعني التي تجعل الطائر يمرض بمرض الكوكسيديا التيارات الهوائية. إذا وضعت يعني الطائر في مكان في به ريح كثير يعني مثل الكولوندير، فالطائر يعني سيمرض بمرض الكوكسيديا، أو مكان به رطوبة يعني الطائر لا يرى الشمس، وإهمال نظافة الأقفاص وتعفن يعني يختلط الأكل ببراز الطائر أو يختلط الماء ببراز الطائر، فهذا كله يؤدي إلى مرض الطائر بمرض الكوكسيديا. الأعراض التي تظهر على الطائر المريض: انتفاخ البطن واحمرارها وظهور الأمعاء يعني بارزة تحت الجلد، وانتفاخ الطائر ما يسمى بالجوبرة، ووضع الطائر رأسه يعني خلف جناحيه، وقلة حركة الطائر. وتبقى أهم علامة هي يعني انتفاخ البطن واحمرارها وظهور الأمعاء بارزة تحت الجلد. هذه هي أهم علامة. كيفية العلاج من هذا المرض؟ يعني أنا أستعمل هذا الدواء تيرابريم وكوكسيكلوزين. تخلط هذا الدواء مع هذا الدواء في علبة واحدة يعني، وتحمل ربع ملعقة وتضعها في الشرابة. ويمكنك يعني أن تقسم الشرابة إلى 3 شرابات إذا كان يعني هناك طيور مريضة كثيرة، فيمكنك يعني أن تقسم الشرابة إلى 3 شرابات كي تستفيد من الدواء أكثر. لا تنسى يعني وضع الطائر في مكان دافئ، وبالأفضل يعني أن يكون الطائر أمام مصباح، فهذا سيساعد إن شاء الله الطائر على التعافي بسرعة. وتدفئة الطائر أهم الأشياء التي يعني تساعد في علاج الطائر عندما يكون مريض بمرض الكوكسيديا. هذا ما كان يعني بخصوص مرض الكوكسيديا، وانتظرونا إن شاء الله في فيديو جديد مع يعني موضوع جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.